يا شباب يلا لحقوا على القصر المشبك قبل ما يدخلوا على حلب. فليعلم الفرنسيون ومؤتمر الصلح والعالم برمته اننا نقف الان باسم كل احياء دمشق وكل الامه لنعلن شجبنا واستنكارنا للاتفاق الموقع بين بريطانيا وفرنسا، ونحتج بشدة على كل قرار أو اتفاق يهدد وحدة البلاد واستقلالها، كما نطالب بجلاء كل الأغراب عن بلادنا فورا ودون تأخير. عاشت سوريا حرة مستقلة! 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 متأكد إنه صبحي بيك هون؟ اي نعم، هدول هن اللي أخذوا صبحي بيك على حلب. حيدر، خد اثنين من الشباب والتفوا حول القصر. حاول تصل لصبحي بيك. نحن رح نشتبك معهم من هون ونشغلهم. أمرك إبراهيم بيك. عبد القادر، يحيى، هوني. الله معكم. بلش هلا إبراهيم بيك؟ لا، بننتظر شوي، نعطي فرصة لحيدر والشباب يصلوا للقصر، وبعدها منبلش بالقنابل. خيرو، بلش بالقنابل. ايوه تعال.
الأداني خليك هون انت حمينا وبتلحقنا بعد 5 دقائق. على كل شباب تحبوا اوصلكم لشي مكان امن؟ لا 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 ما في داعي، رجعه حمدي بيك قريبه وبالرحله ماشي. طيب ابراهيم بيك انا ما بعرف كيف بدي اشكرك على اللي عملته. احنا ما سوينا خير الواجب. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معكم. ابراهيم بيك ايوه جماعه المحصري في امكانيه نلتف عليهم؟ ايه في. يلا على حصن يا شباب. يلا منو هذا الهاشمي؟ وزير الدفاع. اوف وزير الدفاع؟ شو صاير له هذا؟ اعتقلوه الانجليز. الحمد لله على السلامة اسماعيل. رح اروح خبره انك وصلت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. منو هي البنت؟ ليش عم تسأل؟ حابب اعرف بنت مين؟ بنت من بنات هالضيعة مين بدها تكون يعني؟ يا شيخ وصل مرسال من حكومة الشام. وينه هلا؟ أنا سبقته مشان حتى خبرك. خليه يتفضل دغري. تأمر يا شيخ. شفت يا شيخ الله كريم ما بينسد محل إلا الله بيفتح غيره. صدقت يا محمود صدقت. عن إذنك يا شيخ. إذنك معك. الله أكبر يا إبراهيم يا أنانو. أمي فيها هيك رجال مستحيل تنضام. الشير عنو معنى الحلفة ما عملوا حتى مع الاتراك، مع العلم انه نحن اللي حاربنا معهم والاتراك حاربوا ضدهم. القصة ما فيها يا شيخ انه نحن ضعاف. ضعاف بعالم متوحش ما بيفهم الا لغة القوة وبس. هالحكي مع الاسف صحيح. والاتراك كمان ضعاف، ليكن طلعوا من الحرب مضعضعين. صحيح طلعوا من الحرب مضعضعين. بس صورة مصطفى كمال قلبت الوضع فوقاني تحتاني، وفرضت طرف جديد على المنطقة هو الشعب التركي. وشو أخبار وفدنا مؤتمر الصلح فارس بيك؟ الحقيقة يا شيخ أخبار ما بتسر.
الانجليز تفاهموا مع الفرنساوي علينا والامريكان عطونا الاذن الضجه. والامير شو عم بيعمل؟ ليش ما هددوا انه راح نشعل النيران من تحتهم اذا ما عطونا حقنا؟ صدقني يا شيخ الامير عم يهدد، بس ما حدا اخذ تهديداته جد، لانه بالعربي الفصيح ضعيف، ولهيك شاف انه ما في قدامه غير انه يساير الانجليز ويروح يتفاهم مع الفرنساوي. وسموه صار له 14 يوم بباريس وما قدر يعمل شيء. ايه وشو يعني؟ بصراحه انا متشائم كثير، لانه باليوم اللي وصل فيه لباريس هاجمته الصحافه بشكل فظيع. يوسف بيك الحاجة بتبعك جاب لك هاي البرقية. يسلم. خير إن شاء الله. خبر سيء. تم تعيين الجنرال غورو مندوب سامي على سوريا ولبنان. واليوم الصبح وصل على بيروت ومعه 30,000 عسكري. ومين هو هذا الجنرال غورو؟ هذا واحد معروف بحبه لسفك الدماء. ارتكب مراكش مجازر فظيعة. دليل جديد على نوايا الحلفاء. إذا بقينا متفرقين وضعاف رح نتاكل ني. واقف عندك ولا حركة انت وياه. يا حريق حريشة قسم بالله العظيم فزعتني. ألف الحمد لله على السلام. سلم عمرك يا رب. شلونك أخي إسماعيل؟ شو أخبار أمك وفهد؟ الحمد لله الكل بيسلموا عليك. والآني سلام يا شو أخبارك؟ العوض بسلامتك معك يا آني سلام. خير صار لك شيء؟ لا بس آني سلام يا جوزي. من إمتى هذا الحكي؟ مين جوزه؟ الداعي محسوبك. ان شاء الله الف مبروك يا رب. الله يبارك بعمرك. امتى صار هذا الشيء؟ والله من فتره قريبه وولي العهد جاي على الطريق. معناتها ما ضيعت وقتك بنوم؟ لا انا ما بضيع وقتي، مثل ما وصيتني انت وطلباتك اوامر. اطلع من البواب، انت اول ما شفت المخلوق ساح وركض. شرف الشيخ عم يستناك. تفضل. أهم أهداف الحكومة المحلية هو الحفاظ على سمعة الثورة ومنع الفوضى. نجيب، لازم الكل يعرف إنه نحن اللي بنجبي الضرائب ونحن اللي بنمثل القانون. أي حدا بيتعامل مع فرنسا بيعرض روحه وأملاكه للخطر. محكمة الثورة هي اللي بتنفذ العدالة. نجيب، البدايات هي اللي بتحدد النهايات. مشان هيك أنا اخترتك لهالمهمة لأنك قد وقدود. إن شاء الله ما بيصير لك الخير. فعلا استدراج العدو لهيك موقع خطة ممتازة. نحن كل شيء حسبنا حسابه إلا الطيارات. لو ما الله سبحانه وتعالى ألهمنا أنه نلتحم معهم وش لوش كانت القلل هفتنا عن بكرة أبينا. الحمد لله على سلامتكم جميعا. الله يسلمك يا أبني. يا شيخي في موضوع سري حابب فاتحك فيه. شو عليه منحكي بالمجلس؟ تفضلوا. لا أنا بفضل هون إذا سمحتوا. شرف. يوسف بيك حابب التقي بفخامتكم بأسرع وقت، وبتمنى منكم تحديد موضوع الزمان والمكان، وانه تأمن موضوع رجعته على الشام بنفس اليوم لانه هو مو حابب حدا يدرى. انت جاي معه؟ اي نعم. راح تجوا على الخيل؟ لا بالاوتومبيل. ماشي الحال، بس توصلوا بالاوتومبيل لمدخل بانياس راح تلاقوا اخونا اسماعيل عم ينتظركم وهو بيفهمك هالمكان بعدين ان شاء الله بالاذن منكم. لوين يا مهون؟ على الشام. هلا مو وارد تسافر بنوب؟ انا مع اخونا اسماعيل. من هون لتوصل وادي العيون بتكون صارت الدنيا ليل. بتباتوا عنا وبكرة الصبح بتتيسروا. اللهم اجعله خير. هدول رجالنا رجعوا. اللهم اجعله خير. الله يبارك فيكم جميعا. بس لا سمعتونا زلغيت ولا سمعتونا شيء. زلغتي له الله يرضى عليكي زلغتي. ايش ها كمان وحده لشو؟ لعيونك. الله لا يموتني إلا ما أشوفك حكيم قد الدنيا يا رب. من تمك لباب السماء يا أمي. عن إذنكم بدي أنزل أشوف تحسين ولادي عم يستناني تحت. انزل حبيبي انزل بسرعة. الله يرضى عليك.
لا تواخذني، تأخرت عليك. يا أهلا وسهلا. بسيطة بسيطة، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. شو هاد؟ ليش عم تعطيني مفتاح المحل؟ الصراحة أنا ما عاد فيني كمل. خالي أبو نظمي ضايقك شي؟ للأسف هالمرة خالك ما له علاقة. لكن شو في؟ الصراحة يا أخي صار لي مدي حاطط شغلي بالأمانة عند التجار وما انباع منه ولا دراع. البثة الإنجليزية معبي السوق ودراع بربع القيمة وأقل، والناس بدها الأرخص، مشان هيك ما عاد حدا اشترى شغل النول. سلم لي عن الملازمة أول كتير. الله يسلمك واعتذر لي منه. السلام عليكم. الله يبارك. العمر إلك أخ محسن. ولك. أنا السبب بموته. طول بالك يا أخي. إن لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. أنا لازم أرجع البلد، لأنه إذا دوروا عليه وما لقوني رح يشكوا فيه. أبو علي. نعم يا شيخ. خلي واحد من الشباب يوصل أخونا محسن. أمرك يا شيخ. لا تنسى ولا بيوم من الأيام أنه هون في إلك أهل وأخوي. الله معك يا أخي. لا إله إلا الله. متأكد انه من جماعتنا؟ للأسف ايه. حكي لي بالتفصيل ايش صار. هدول اثنين طحشوا على مزرعة طرف سلقين وساقوا راسين من البقر، ولما وقف صاحب المزرعة بوشهم قوصوا عليه، قام اضطر يهرب لسلقين، لحقوا لهنيك وقتلوا اثنين من رجال الضيعة ورجعوا كأنهم مو عاملين شي. هي خيانة. خيانة المقصود منها تسويد صفحة السوار بنظر الأهالي. نجيب روح فورا لبيت المقتولين وعزي اهليهم ودفع ديتهم من مال الثوره، ومسك لي دول اثنين الارزال وحاكموهم بتهمه الخيانه على طول. حاضر يا بيك. القصه ما هي مستاهله كل هالشيء. القصه اكبر من ما بتوقع بكثير. كل العلامات بتشير على انه الشيء القادم شيء صعب كثير. امبارح وصلت قوات فرنسيه جديده، بس الهيئه بده يضربوا مصطفى كمال بالاول. باين انه القصه صارت جد جد كثير. صار لازم اشوف مصطفى كمال. ابو عبسي بور ابراهيم بيك. بعدد لاداني عراسي. لو تستنى للصبح بيكون احسن. لا لا عبيت الليل استر. ان شاء الله بترجع سالم غانم. جاهز؟ جاهز. بسرعه. انا دائما جاهز ابراهيم بيك. سبع Yeah.
وسهلا بالاخ فهد. تفضل عم. لا تواخذني، جايك بوقت متاخر. ولو؟ كنت حابب استشيرك بموضوع بيخص مستقبلي. اول شيء اسمح لي هنيك بنجاحك بالبكالوريا. شكرا. اللي هلا شو ناوي تعمل؟ بدك تدخل الحياه العمليه ولا بدك تكمل دراستك؟ والله انا بالاول كنت ناوي ادخل الحياه العمليه، بس بس شو؟ تحسين ولاتي اجا وعطانا مفتاح الدكان، لانه شغل النول ما عاد حدا اشتراه. طيب شو دخل هالشي بمستقبلك؟ بضاعه الفبارك الاجنبيه مع باقي البلد، واذا بضاعتنا بدها تنافسها لازم تكون رخيصه وكويسه مثلها. لذلك انا قررت سافر لحتى ادرس صناعه نسيج. عفارم عليك، هذا الكلام المزبوط. بس بعرف انه الدراسه برا بتكلف كثير. فكرك اخي احمد بوافق؟ احمد تركه علي، المهم انت تشد حيلك وترجع لنا مهندس نسيج معتبر ان شاء الله. يا اخ فهد، انت سمعت شو قايل عني شكري بيك؟ ايه سمعت، وسمعت شو قايل حضرتك عنه كمان. وانت شو رايك؟ بتظن انه واحد مثلي ممكن يحكي هيك كلام؟ لا هو مو معقول، بس كمان ما بصدق انه واحد مثل شكري بيك يحكي عنك هيك حكي مهما وصل خلاف بيناتكم. وانا كمان ما بصدق، لهيك بدي اياك تستفسر لي عن مصدر الإشاعة، بس من غير ما حدا يحس، ولما بتعرف بكون ممنونك اذا بتخبرني. اي ولو، على راسي، غالي والطلب رخيص. شكرا جزيلا. اسمح لي استاذن. الله معك، سلم لي على الاخ احمد. الله يسلمك. مع السلامه. وقفوا لوحدكم اليوم. انتوا متهومين بتشويه سمعة الثورة، وسطوا على مزرعة الدايخ وسلب راسين بقر وقتل اثنين من الاهالي، ومحكمة الثورة حكمت عليكم بالاعدام. طلعوا ورا برا. لك هلا بالحكلون، الحقوه. قال عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال سلفنا الصالح، من ضاق به أمر فيتذكر الموت فإنه يتسع عليه. بالإذن منكم شيخي. باتوا عنا يا ابني. أنا مشتاق له لأخي إسماعيل وحابب دردش أنا وياه قبل ما ننام. إذا كان هيك إذنك معك. نحن رح نسافر بكير، اسمحوا لي ودعكم من هلا. الله معك يا ابني، بس امانه تسلم لي على يوسف بيك وعلى الشام وعلى اهل الشام. يصل ان شاء الله. بالسلام ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدنا عبد الله قبل ما يتوفى الله يرحمه قال لي انه راح يسمه الشيخ. الله يرحمه ويحسن اليه. عبد الله كان من خيرة الرجال. مشان هيك لازم نفتح عيوننا منيح. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم. السلام. ركعوا لها الكلب. نحن لما وزعنا بعض قطع سلاح على بعض الناس كان الهدف إن نساعدهم تيوقفوا وجه الغريب الطمعان بخيرات البلاد، بس السلاح بإيد الواطي بيجرح، لأنه ممكن يستخدمه ضد أهله وناسه مثل ما صار اليوم. اللي صار اليوم خيانة. الهدف منها تشويه سمعة الثورة ودق اسفين بيننا وبينكم لتفقد الثورة سندة ومددة، وانتو السند والمدد. هالثورة يا اخوان الى هدف واحد وبس، هو الدفاع عن حقوقكم وكرامتكم، لانه حقوقكم وكرامتكم هي من حقوق وكرامة اهل البلد كلها من بابة لمحرابة. لهيك قررت محكمة الثورة
دفع دية 2 اللي انقتلوا اليوم، وكمان قررت اعدام رميا بالرصاص للانجاس اللي لوتوا سلاح الثورة بدم الابرياء. صحيح واحد منهم قدر يهرب، بس بوعدكن انه ياخذ جزاء باقرب وقت، حتى ولو شاءت الارض وبلعته. اما الثاني فرح يتنفس فيه حكم الاعدام فورا لحتى يكون عبرة لمن يعتبر. ايضا تفضل احمد. مساء الخير. اهلين. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. خلينا نرتاح ونشرف. تفضل. تشربوا كاسة زوفة؟ والله يا ريت، بنكون ممنونين. يكرم عينك. شكرا. مين هالصبية؟ اسمها سلمى، قصتها طويلة. وشو قصتك انت معها؟ مرحبا شباب. اهلين انطون. سيادة ملازم اول احمد. انطون من شباب راشية اللي حاولوا يغتالوا مسيو بيكو. يا ميت اهلين وسهلين، والله حصلنا الشرف. انا اللي تشرفت. وامتى حاولتوا تغتالوه؟ باخر اب. طب غريب، كيف ما سمعنا فيها؟ يا سيدي هاي القصة ما حدا سمع فيها، لانه الفرنساويين خبوها مشان ما ينقال انه الشعب اللبناني واقف ضدهم. حكومة الشام خبوا القصة مشان ما ينقال انه هن وراها، وهيك ما حدا سمع بهذا الشيء اللي عملوه هدول الابطال. يا حيف. شبك ليش واقف؟ عود شبلك معنا كاسة زوفة. لا ممنونك يا خيي، بس بعد اذن سيدة الضابط عاوزك بكلمة. تفضلوا تفضلوا. عن اذنك. تفضل تفضل. صراحة هيك إشاعات بتشوش الناس، وهذا شيء خطير خصوصا بهيك ظرف. لا تكمل أرجوك. تعرف أنا كنت ظن أنه ثقتك فيي أكبر من هيك. أنا ثقتي فيك ما لها حدود، بعدين شو دخل ثقتي فيك بهالشيء؟ لو كانت ثقتك فيي مثل ما عم تقول كنت دافعت عنها، كنت عرفت أني مو ممكن أقول هيك كلام، ولا ممكن أطلب من حدا يقوله. مين قال لك أني ما دافعت عن ثقتي فيك وقلت نفس الكلام اللي عم تقوله؟ طيب ليش عم تحكي وكأنك مصدق؟ حبيت أتأكد، خفت يكون استدرجوك، لأنه الإنسان من ماء وطين إذا قضيته بيتعكر. أنا بعرف قديش مهمة وحدة القوى الوطنية بهالظروف، لهيك ما ممكن يستدرجوني. معناتها الشيء في مين عم يحاول يفتن بيناتكم؟ لازم يكون هيك، لأنه وصلني على لسان صاحبنا كلام كبير بظن أنه مو ممكن يقوله. مثل شو؟ تشكيك بذيء من نوع الحكي اللي واصل على لساني. معك حق تقول تعرف حاسس كأني عم حارب أشباح. بالحالة الغريب طمعان فينا وعم يسن سنانه لياكلنا، ونحن منشغلين بالقيل والقال. يا سيدي لا تستغرب إذا طلع هالشي من فعل الغريب كمان. شو قصدك؟ خلينا نمشي، تأخرنا على الجماعة. تفضل. إن شاء الله بيسلموا هديات يا رب. يا أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يا اهلي. اسماعيل بيعزك كثير. اسماعيل اخي بعهد الله ورسوله. كأنك رايدة تقولي شيء. لا سلمى لحظه اذا بتريدي. انطون خطبك مني. شو قلتي؟ قلت انه انت لا ابي ولا اخي حتى يخطبني منك. شو القصة؟ ما في شيء. المرحوم الوالد
قال لي شغلي قبل ما يموت، قال لي انه في ثلاث شغلات ما بتتخبى ابدا، الحب والحبل وركوب الجمل. تأكد انه ما في شيء من هذا القبيل. اشرب زوف اشرب. ان شاء الله بالسلامة. الله يسلم ايديك يا رب. شكرا. قريت الكتب اللي اعطيتك اياه هون؟ فليتهم تفلاي. شو عجبك فيهم اكثر شيء؟ كلهم حلوين. هالمرة انا اجيت مستعجل، ما قدرت جبت لك غير هدول اثنين. قراهم واعطيني رايك فيهم. يسلم ويموت. الله يسلمك. في هي بدي اياك تقدمها للبنت اللي عملت منها الزوفة. شو هاي؟ هدية مني. وليش ما تقدمها انت؟ لا انا بفضل انه انت تقدمها. لا تنسى موعدنا ان شاء الله. خاطرك مهوني. وعليكم السلام. الملازم اول حسان معليقي طلع هو ورا كل الحكي. هيك لكان. اي نعم. اهلين وسهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المربي الكبير الاستاذ ساطع الحصري. ولو ابو خلدون استاذي. كيفك يا فهد؟ الحمد لله. والله انبسط لك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك ويديمك فوق راسنا. يلا بالاذن. الله معك. مع السلامه. وانا كمان عم نزلكم. تفضلي. بإذنك معك. خير إن شاء الله. شايفك خايف بكير. مش أنا نمت لحتى فيه. جد شي؟ دكتور قدري ما بده حدا يشوف المكتوب غير أنا وإنت. تفضل. كمان انت بتتخبى هون؟ ليش مين غيري بيتخبى هون؟ لما تضيع على سلمى بلاقيها هون. وهي ضايعة هلا؟ لا لسه ما ضاعت، بس اذا ضر راسك هيك اكيد بدها تضيع. وانا شو دخلني؟ شوف اسمعي، انا وياك يمكن من عمر واحد، ويمكن انت تعبت وتمرمرت بحياتك اكتر مني، بس اكيد ما ظلمت اكتر مني. وانا ما بقدر شوف الظلم وضل ساكتة. يمكن الناس لما بينصابوا مصيبة بيحسوا ببعضهم اكتر. شو مناسبة هذا الحكي هلا؟ الصراحة انت لما اجيت لعنا ايام السفر برلك انا ما هضمتك، حسيتك شايف حالك، وأنا ما بحب اللي بيشوفوا حاله. بس لما أجيت لعنا بعد الغربة حسيتك طيب ومعدنك صافي، مشان هيك أنا جاي هلأ أحكي معك. بعرف إنه البني آدم لما بينظلم بمرمر مثل الخيار لما بيعطش، بس بحياتي يا إسماعيل ما سمعت عنه إنه بيعمى. قصدك إني أنا أعمى؟ انت مو اعمى البصر، انت اعمى البصيره. ليش أدري ما بده حدا يطلع على هالرسالة غيرنا؟ هالرسالة لازم تنتشر بالجرايد حتى يقراها كل الناس. أنا معك، لازم كل الناس يعرفوا المعلومات اللي ضمن الرسالة، بس الرسالة نفسها ما لازم حدا يشوفها حتى ما نحرج موقف قدري أكثر من هيك، خصوصا بأنه محاصر داخل الوفد وفي أعضاء عم تطالب بتسويره على الشام. نحن لازم نعمل ميثاق وطني بيرفض كل اتفاق بحد من سيادة الأمة لحتى يعرف الكل، وأولاً الأمير وجماعته، إنه البلد ما هي سايبة. فكرة كويسة، بس توقيع هيك ميثاق بيقتضي نوقف حرب الشائعات بين الرموز الوطنية، ولا أنا غلطان؟ الصراحة الموضوع شاغلني أكتر منك،
لهيك طلبت من هالشاب القبضاي اللي شفته قبل شوي انه يعرف لي حقيقة هالشائعات. شو طلع معه؟ طلع معه انه مصدر الشائعتين هو نفس الشخص. ومنو هذا المنحط؟ ملازم اول دعمه علاء بيك وبلفي على الكولونيل كورس. بتظن انه الصراحة انا شبه متأكد. وعرض هذا الواطي على الملازم اول احمد فاضل مبلغ 2000 جنيه مصري شهريا اذا كشف لهم الشيفرة ونقل لهم اخبار دار الامارة. بعده فلتان؟ هيك واحد لازم يتحاكم بتهمة الخيانة وينشنق. المشكلة ما في عليه اي اثبات. ولما استدعاه يوسف بيك قال انه كان عم يمزح مع احمد وانه القصة ما لها اساس. الله يكون بعون هالبلد. افرد افرد ها. يا ابو فرد، الفرنساوي عرفوا اني خبرتكم وعم يدوروا علي، يعني الوظيفة طارت. ولا يهمك، بكره الفرنساوي بينكشح وكل شيء بيرجع لاصله. ما قلت لي مين الاخ بلا زغره؟ هذا جاي لحاله، قال مرسال احمد بيك. يا نعم، انا تلمت احمد بيك ولازم اشوف الشيخ بسرعه. تعال معي. احمد بيك حابب اشوفك اليوم الظهر. بتقول له لاحمد بيك اهلا وسهلا فيه باي وقت، الظهر المساء امتى ما بيريد. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه اخي محسن، انت كيف عرفت انه الفرنساويه عم يدوروا عليك؟ وانا بطريقي على البيت شفت صدفه واحد رفيق بالشغل خبرني انه الفرنساويه عم يدوروا علي وانه حاطين واحد بالبيت عم يستناني. شوف يا اخي، نحن مقدرين كل شيء عملته معنا. اذا بتحب تبقى بيناتنا يا ميت اهلا وسهلا فيك، واذا كان بفكرك شيء تاني كمان نحن حاضرين. انا بيشرفني اكون معكم. بس بس شو؟ احكي لا تخجل. عندي 3 اولاد والله بياكلوا الزلط وما لهم بهددني غير الله وغيري. هي مقدور عليها يا اخي، اولادك هن اولادنا وان شاء الله ما بننقص عليهم شيء. يا ابو فرد، بتبلغوا ابو علي يقيم خسكار عيله 5 نفوس لاخونا محسن. الله يخلي لنا اياك ويطول بامرك. تسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسماعيل. خير محمود؟ شو في؟ عاوزك بكلمة. احكي، شغلت لي بالي. انا راجع الضيعة. حدا زعجك بشي؟ لا ما حدا زعجني، بس خايف اذا ضليت هون يصير شيء ما بحبه الله. هلا في غير هديك القصة؟ ما عم بقدر شوف قاتل اخي وضل ساكت. اذا سألوا عني قل لهم فل. معقول ما عاد نشوفك؟ ما بتعرف، بيقولوا جبل مع جبل ما بيلتقوا، بس بني ادم مع بني ادم لابد ما يلتقوا. التطوع باللجان الوطنية على قدم وساق، والشباب عم بيلموا التوقيع. يا ريت يا مولانا تطلع على مسودة الاحتجاج يلي رح نقدمها لدار الإمارة ضد تجزئة البلاد، يا ريت تطلع عليها قبل ما نبيضها. كثير كويس، لازم هالاحتجاج يوصل للأمير فيصل بباريس. هلا رح نبيضه ورح نرفق التوقيع كمان ونسلمها للأمير زيد يدا بيد. بارك الله فيك يا شيخنا القصاب. بارك الله بك وبأمثالك يا حكيم. لحظة، رح شوف إذا ما بقي حدا بدي روح معك. شو بدي ساوي؟ العيادة مليانة. على كل حال وجودك هون أهم، وأنا ببقى بخبرك بالشيء اللي عم بيصير معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دار مين يا أستاذ؟
مين بتكون لهالحمله؟ انا ابنها. وليش جايبها لهون؟ شفتها تعبت اكثر من العاده، فبلكي بليله عندها دواء. يا اخي انا طبيب، مالي ساحر. امك مريضه بالسل من زمان، يعني كان لازم تجيبها لهون من 3 سنين، مو تتركها لحتى تصير على اخر نفس. خذها على مستشفى السل. يا عيون عمتو، هالبيت لمين؟ هذا البيت لعمو نجيب. طيب ليه أبي حرقنا بيتنا؟ بكرة لما بتكبر رح تعرف السبب، ورح تفتخر كتير بالشي اللي عمله أبوك. طيب يلا تخلوني إلى عم عرفاتي. لأنه نحن ضيوف، وأبوك بيقول الضيف لازم يكون أديب. عمتي؟ نعم، إيش بدك كمان؟ فكرك لعندل هون دايما؟ لا، ما بظن، لأنه بابا قال مطرح ما بيروح رح أروح معه. صراحة يا شيخ بفضل نكون لوحدنا. هدول الشباب مصدر ثقة وما بيتخبى عنهم شيء. كون مطمئن. مثل ما بدك. ناشدتك بالله يا شيخ تجاوبني بصراحة. حال شعبنا أحسن هالأيام ولا أيام الأصملي؟ لا شك إنه حالة شعبنا هالأيام أحسن. لأنه الحرب خلصت. لأنه الفرنساوية عم يفتوا عملة لزعماء المنطقة لبين ما يتمكنوا. لكن بس يتمكنوا رح يعصروا البلاد والعباد مثل الليمونة. نحن أولاد اليوم يا شيخ، واللي جاي علمه عند الله. اللي جاي علمه عند الله صحيح، بس اللي بتزرعه اليوم تحصده بكرة، واللي عم يزرعوا الأحلام اليوم رح يحصده بكرة كوابيس. نحن رايدين نعرف أنت شو اللي بدك يا مين أنتو؟ يا شيخ يا شيخ، شو في يا وديع؟ العسكر الفرنساوي طبع كاف الجاع وحرق بيوتها كلياتها. والأهالي جمعوهم بالساحة، لما فكر عز الدين سلمان يهرب قوصوه ونزلوه بأرضه. هذا مكتوب من نوع تاني. كاف الجاع بعيدة وما راح يباتوا فيها. خلينا نخلص من هالقصة بالأول. ما قلت لي يا أحمد بيك مين أنتو؟ نحن أكتريت زعماء المنطقة. المكتوب طول عمره بينقرأ من عنوانه. المكتوب وصلنا. تفضل قل لي شو المطلوب. نحن جايين نسألك أنت شو المطلوب، لأنه المفوض الفرنساوي بلغني أنه مستعد يلبي كل مطالبك. مطالبنا رح توصلكم.